من جهة أخرى، اعترض النائب حيدر المطيري على مناقشة تعديل قانون منح الجوازات في جلسة مجلس النواب، مشددا على أن الجواز الدبلوماسي يمنح للوظائف الدبلوماسية والوظائف ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء شغل تلك الوظيفة. إن منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء إشغال تلك الوظيفة. إن في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003. وبأثر رجعي، إن ذهاب مجلس النواب لتعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين السلطة التشريعية والمواطن. نعترض جملة وتفصيلا على هذا التعديل، وسنسعى لسحب هذا القانون من خلال مساندة بعض الأخوة النواب.